مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور باسم، أنا جراح تجميل. كنا عم نحكي شوي عن معلومات تانية عن الغذاء وما شابه ذلك. أحلى نصائح بالنسبة لتخزين البيض، قلنا لازم يكون البيضة إلى هذا الشكل. طبعا يمكن شايفين إحنا ما لازم نغسلها قبل، حكينا يفضل دائما هي صار تتبعوا حل العلامة اللي هي انتهاء الصلاحية، لازم تكون من الأعلى، تمام؟ وشرحت بالفيديو السابق ليش. هلا كان في بس ملاحظة أو وصفة بسيطة مشان الكالسيوم، إن الأشخاص اللي معهم نقص بالكالسيوم إحنا بنقول لهم كلوا بيض مو مشان الكالسيوم، لكن عادة أحد وظائف الكالسيوم ولا يرتبط على العظم لازم يكون في معه بروتين، لأنه معظم جسمنا متشكل مادة اسمها الكولاجين. الكولاجين هي بيبتايدز أمينو أسيدز، فنحن لازم ناكل بروتين او ناكل بيض يمكن، بس مو مشان الكالسيوم. الكالسيوم ما رح يكون موجود بالقشره. احد الوصفات البسيطه اللي للناس اللي بيعانوا بنقص من الكالسيوم، طبعا شوي هاي لازم الواحد يكون ما يقرف، نجيب بيضه ونحطها بخل تفاح. خل تفاح هو الاهم من ناحيه انواع الخل. بنحطها 24 ساعه بعدها، طبعا اكيد بدنا نكون غاسلينها لانه قلنا عليها اكيد ما بتغسلها قبل، بتحطها بالبرد بتغسلها مباشره قبل الاستخدام، قبل هاي فبنغسلها. ممكن نغسلها بالصابون، انا دائما بغسلها بالصابون قبل. بعدها بنحطها بخل تفاح 24 ساعه ونشرب السائل، هذا كتير بيعطي كالسيوم وخصوصا للنساء بعد سن الـ40 وما شابه ذلك، وللكل كمان بالمجمل. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. إن عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير وسبسكرايب. هي قناة متواضعة جدا بس فيها معلومات بسيطة، إن شاء الله عم حاول كل شيء بيتبادر لذهني من هالنواحي حاول غذيها بهذا الموضوع. أهلا وسهلا.